بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم النهاردة فيديو جديد عشان نتكلم عن مشروب الكركديه. الكركديه له فوائد كثيرة جدا، من أهمها إن هو بيتحكم بضغط الدم. تناول الكركديه بيخفض ضغط الدم بنسبة تصل إلى 10 درجات. الكركديه مضاد للسرطان وبيعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية. الكركديه علاج للإمساك. الكركديه ايضا يساعد على استعاده التوازن الهرموني، فبيحارب الاكتئاب وبيحارب فرط تناول الطعام، وايضا مفيد جدا لانه علاج لتقلب المزاج. الكركديه مضاد للالتهابات والجراثيم. الكركديه مضر طبيعي للبول وبيعمل على تخلص الجسم من السموم. الكركديه بيخفض الكوليسترول والدهون الثلاثيه، حمايه القلب والاوعيه الدمويه، بيعدل مستوى السكر الدم ومفيد جدا لمرض السكري من النوع الثاني. الكركديه حمايه للكبد لانه بيحتوي على خصائص مضاده للاكسده وعلاج لامراض الكبد. الكركديه مهدئ طبيعي مفيد جدا في ان هو بيهدي القلق والتوتر وعدم الراحه. الكركديه من المشروبات القويه جدا المفيده كده. الكركديه بيخفف التشنجات الالام المصاحبه للسيدات خلال فترة الدورة الشهرية.